مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية، وصلنا لاخر فقراتنا، فقره ويكان. النهارده هنتكلم عن احد النماذج الناجحه في كره الطايره، وهو احمد سعيد لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، اللي كان شعاره ويكان وبيلفت ليه الانظار لما كان طبعا بيلعب في صفوف الشرقيه للدخان لحد ما انضم للنادي الاهلي وبقى ركيزه اساسيه في صفوف الفريق الاحمر. احمد سعيد بشعار ويكان من خلال تالقه مع النادي الاهلي انضم لصفوف منتخب مصر ولفت الانظار ليه بقوه، ودخل كمان في قائمه النجوم الواعده اللي بتمثل مستقبل كره الطايره في مصر بنفس الشعار، شعار ويكان. احمد سعيد حصل على لقب افضل ضارب في اخر نسختين لبطوله افريقيا اللي كان لعبهم مع النادي الاهلي، وحصد الفريق الاحمر لقب اخر من نسخه لقب اخر نسخه منهم على حساب سموحه. يعني اعتقد انجازات كتيره جدا لنجمنا النهارده في ويكان. هنشوف دلوقتي معاه التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يدخل أحمد سعيد لاعب الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة في قائمة نجوم الرياضة الذين استطاعوا فرض أسمائهم على الساحة الرياضية من خلال التألق في ملاعب الكرة الطائرة. ومؤخرا حصد أحمد سعيد لاعب طائرة الأهلي جائزة أفضل ضارب بالبطولة الأفريقية التي أحرز الفريق الأحمر لقبها بعد التغلب على مواطنه سموحة في المباراة النهائية. أحمد سعيد أعرب وقتها عن سعادته بحصد ذلك اللقب سواء على المستوى الجماعي مع فريقه أو المستوى الفردي بجائزة أفضل ضارب، وقال: مباراة سموحة لم تكن سهلة، وجمهورنا كان له دور كبير في تتويجنا باللقب بفضل مساندته الدائمة. كنا على قدر المسؤولية ونثبت في الموسم تلو الآخر بأننا ملوك الطائرة في مصر بل في أفريقيا بأكملها. وأبدى اللاعب فخره بالحصول على جائزة أفضل ضارب في البطولة للعام الثاني على التوالي، مؤكدا بأنها نتاج لمجهوده في التدريبات. ويصنف خبراء اللعبة أحمد سعيد نجم منتخب فرعنة الطائرة بأنه أحد النجوم الذين يحملون على عاتقهم مستقبل اللعبة في مصر، خاصة وأنه يتألق في اللعب بمركز اثنان منذ انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء في 2015 قادما من الشرقية للدخان. ومن الوهلة الأولى أثبت أنه لاعب قوي وأنه من أفضل لاعبي هذا المركز خلال الفترة الحالية، فضلا عن تطور مستواه مؤخرا بعد الخبرات الأخيرة التي اكتسبها مع قدراته على الضرب الساحق. أحمد سعيد لسه بشعار ويكان أكيد عنده مشوار طويل جدا عشان يتألق في ملاعب الطايرة خلال الفترة اللي جاية ويواصل حصد البطولات مع منتخب مصر وأكيد نادي النادي الأهلي. مشاهدينا كده بنكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة، شكرا لحسن المتابعة، أشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من تايم لايف. دمتم في أمان الله.